الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله نحضروا خبز بالشعير، خبز جاي خبز سائل إن شاء الله. احنا نحتاج المقادير: كاس حليب، ربع كاس زيت أو زيت الزيتون، كاس ماء، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة لحظة كأس شعير، ملعقة خل، احتاجوا ملعقة لافاني والفارينة. تحصلوا على عجينة سائلة. حنشوفوا كم المقادير اللي تلازم باش تكفينا قيس الخبز هذا. إذا أول شيء حنحطوا كأس حليب، كاس ماء، خميرة بالطبع، سكر، وكذلك ملعقة لحظة، ربع كاس زيت الماء أو زيت الزيتون، ملعقة خل، لاحظوا، وكأس الشعير. وأنا نضربهم بالميكسر شوية هذه الطريقة. بعد ذلك راح نضيفوا ملعقة لافاني، ومننساوش الملح، جمغارف صغار ملح، وأخيرا نضيفوا الفارينة بالتدريج. نتحصلوا على قلنا عجين سائل إن شاء الله. وضعنا هنا 3 معالق. الآن لاحظوا أنه ما زال تحتاج الفارينة أكثر، نزيدوا 4 5 6 إن شاء الله كما تلاحظوا. حنزيد كذلك، ما زالت العجينة سائلة نوعا ما أكثر. حنزيدو قلنا 6 ملاعق، حنزيدو 7 ملاعق، ونزيدو الآن إذا نضفنا 7 ملاعق حنزيدو الملعقة الثامنة، ونشوفو إذا كانت محتاجة نزيدو لها ولا لا. كما كتلاحظو حنزيد لها الآن الملعقة التاسعة. لأنه تبقى لنا عجينة طرية نقدر نفروها مباشرة في الفريزر. إذا درنا 9 ملاعق، نشوفها بلي لازم نزيد لها الملعقة العاشرة والأخيرة إن شاء الله يا ربي. هذه الطريقة. نتركوها تخمر، لما تخمر فيما بعد حنفرغوها مباشرة في البلاط. هاك تلاحظوا قوامها، يعني لما تخمر حنا نفرغوها في صينية مفروش عليها ورق الزبدة، ونخليها تزيد تعاود تخمر مرة ثانية، ونوضعوها في الفرن لطهيها. إذا حنا نرجعو لكم بعد ما تخمر إن شاء الله يا ربي. خمرت العجينة، عاودنا رجعنا ليها. إذا نهبطوا الخميرة هذه بالملعقة كما تلاحظوا، مازالت العجينة سائلة.
نفروها مباشرة في الصينية اللي تروح للفرن. بعدها نحاول نفرشوا العجينة في كامل الصينية كما تلاحظوا، ونتركوها تخمل للمرة الثانية. إذا لما تخمل المرة الثانية راح ندهنوها بالبيض مخلط بالماء، ونرشوها بالجلجلان أو بالسمسم اللي حبيته. اذا حنخلوها بهذه الطريقه كما تلاحظوا، تلاحظوا ان الخبز هذا يجي سائل خفيف كما تلاحظوا. اذا دهنوها قلنا بيضه، فيها بيضه مخلطه بالماء، إذن كما تلاحظوا نرشوها بالجلجلة إن شاء الله. هذه اللمسة الأخيرة، ونتركها تخمر للمرة الثانية. لما تخمر ندخلها في الفرن 200 درجة ساخن، نطيبها في من الأسفل، وهي مباشرة تحمر من الفوق، وإذا ما حمرت لكمش نشعلوا لها من الفوق حتى تحمر إن شاء الله. إذا نرجع لكم فيما بعد ما أطيب إن شاء الله. بعد ما طابت الخبزة حمرناها من الفوق كما راكم تشوفوا. إذا دوك حنقطعها قدامكم وتشوفوا الخبز كيف جا، جا خفيف صحي، ما شدش معنا وقت بزاف. لاحظوها مازال حتى سخون، لاحظ خبز خفيف عن حد وناجح يعني ما شاء الله، بالشعير صحي. نتمنى لكم النجاح في الوصفة، وتجدوا يعني في آخر الفيديو المقادير اللي استعملتها في نجاح هذا الخبز ان شاء الله يا ربي. ونتمنى لكم التوفيق باذن الله.